السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد أبنائي الأعزاء. نستكمل درسنا الرابع في هذه الوحدة الخامسة، وهو درس الخلع. إذا تضررت الزوجة من البقاء مع زوجها ورفض الطلاق، فما المخرج لها؟ المخرج لها في هذا الدرس راح نعرفه إن شاء الله. طيب، تعريف الخلع هو حل عقد الزوجية بمقابل تدفعه الزوجة أو وليها، يعني الزوجة تخلع زوجها أو العقد اللي بينها وبين الزوج بمقابل تدفعه أو وليها يدفع هذا المقابل. طيب، حكمه للمرأة في ذلك حالتان. الحالة الأولى إذا كانت هناك أسباب وجيهة لطلب الخلع، كأن يكون الزوج مقصرا في حق الله تعالى، مثل ترك الصيام، شرب المسكرات، فعل الزنا ونحو ذلك. أول شيء تسويه تفعل المناصحة له، فإن أبى التوبة ولم يستجب لنصحها طلبت الطلاق منه، فإن رفض طلاقها فيستحب لها الاختلاع منه. هذا في تقصيره في حق الله تعالى. أما إن كان مقصرا في حقها، مثل سوء الخلق، تقصيره في النفقة عليها ونحو ذلك، فيجوز لها الاختلاع منه، والأفضل لها أن تصبر وتحتسب إن لم تخشى على نفسها بذلك فتنة أو فسادا. يعني الأصح والأولى لها إذا ما تخشى على نفسها فسادا أو فتنة، فالصبر والاحتساب في هذا الأمر. ويدل ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، وجه الاستدلال من الآيات. أول شيء يبين الله تعالى أن المرأة إذا أرادت أن تفتدي نفسها من زوجها فلا جناح ولا حرج أن ترد إليه ما دفعه إليها إذا تراضيا على ذلك. اثنين، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، أو أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فطلقها بهذا الشيء. طيب، الحالة الثانية إذا لم يكن هناك أسبابا وجيهة لطلب الخلع، فيحرم طلب المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يعني ما في سبب داعي لهذا الأمر ولا سبب وجيه لطلب الخلع، فالله في النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرام عليها رائحة الجنة. طيب، ليش ورد التغليظ في تحريم طلب المرأة الخلع أو الطلاق من غير سبب؟ أول شيء لأن المرأة إذا طلبت الطلاق من غير أو الخلع من غير سبب يترتب عليه مشاكل كثيرة. أول حاجة هدم بيت الزوجية، ضياع الأولاد، تأثرهم بانفصال الأبوين من الناحية السلبية. كما أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام، وأن من تطلبه فقد حرم عليها رائحة الجنة، وبين أنه لا بد من أن تكون هناك أسباب ودوافع قوية للخلع في هذا الشيء. طيب، ايش الفرق بين الخلع والطلاق؟ الطلاق لا يجوز الحيض ولا في طهر جامع فيه زوجته، اما الخلع يجوز في اي وقت. الطلاق يمكن الرجعه فيه اذا كان طلاقا رجعيا زي ما ذكرنا في السابق. اما الخلع لا يمكن الرجعه فيه اذا كان بائنا الا ان يعقدوا عقدا جديد. طيب، الطلاق طبعا ما في عوض، لكن الخلع يكون على عوض تدفعه ايش؟ الزوجة. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونلتقي في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.